بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين. أنا اسمي فريد محمد فهمي. المحاضرة اليوم إن شاء الله تحت عنوان منهج الإسلام في إعداد العظماء هم الرواحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان. وقد أوصى أحد الصالحين ابنه فقال: يا بني كن رجلا بألف رجل، فإن لم تستطع فكن رجلا ولا تكن نصف رجل. محاضر اليوم الأستاذ عبد الحميد البلالي، هو خريج المملكة المتحدة والولايات المتحدة كمان في الهندسة الكهربائية والإلكترونية. حقيقة يعني البيوغرافي بتاعه حوالي 5 صفحات، بس اتفقت مع الشيخ ان احنا يعني نختصره للوقت. فهو أستاذنا له ما يزيد على 30 كتاب في مجالات التربية والدعوة والقضايا الاجتماعية، له مشاركات في الكثير من المحطات الفضائية. يعني حقيقة من أعظم الأشياء اللي أقدم بها أنه من الدعاء إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. فتفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أما بعد، أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: الناس كإبل 100 لا تكاد ترى فيها راحلة. والراحلة، الراحلة هي نوع من الإبل تكون في مقدمة الركب وتسير بالقطيع ولها مواصفات القيادة، وباقي الإبل يعرفونها بفطرتهم فيتبعونها وتقود الركب. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الناس كهذه الإبل، لا تجد فيهم من يوجد فيه صفة القيادة إلا القليل، 1%، ولكن هذا القليل هم الذين يقودون الأمم. أننا نحتاج في زماننا هذا إلى همم الرواحل، الهمم التي تصنع الأجيال، الهمم التي تصنع الأمم. عندما ذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكان في مجلسه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم: تمنوا، فكل منهم تمنى أمنية. وعندما جاء دوره قال: إني أتمنى أن أجد رجلا كأبي عبيدة بن الجراح
يملأ هذه الدار. وكان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم عندما يحتاج أحد القادة في المعارك إلى مدد يرسلون واحدا، كما أرسل عمر الخطاب عمرو بن العاص، والزبير أرسل عفوا الزبير وقال أرسلت لك رجلا بألف. الزبير رجل بألف. إننا نحتاج أن نعيد الأمة هؤلاء الرجال العظماء الذين كانوا يسابقون الزمان ويهتبرون الوقت ويسرعون ويبادرون من أجل اللحاق قبل أن يغادروا هذه الدنيا، ليتركوا بصمة تذكر بعد مماتهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيش بعدين يا أخوان؟ وآثارهم. الأذكياء وحدهم في هذه الحياة الذين يخططون لما بعد الموت، والحمقى والمغفلين الذين إذا ماتوا لم يذكرهم أحد. ولكن المخطط الحقيقي صاحب القوة والذكاء هو من يعمل ويخطط لأن يذكر بالخير بعد موته، ليترك بصمة، ليستمر الأجر يأتي له بعد موته. هذا هو الذكي. والهم ما هم به من أمر ليفعل. إذا كان هذا الأمر يشغل البال وهو الغالب على قلبك وعلى تفكيرك، يكون تحرك من أجله. من غلب على همه الشهوات سار نحوها، ومن غلب على همه المال سار نحو المال، ومن كان همه الشهرة والبروز كان تحركه من أجل ذلك، ومن غلبت عليه أو غلب عليه هم الآخرة تحرك من أجل ذلك. وعلو الهمة هو استصغار كل ما هو دون النهاية من معالي الأمور. يقول إمام الجوزي رضي الله عنه: إذا أردت أن تعرف الديك من الدجاجة عندما يخرج من البيضة فعلقه من منقاره، فإن تحرك فديك وإن سكن فدجاجة. فتورك عن السعي في طلب العزائم دليل على تأنيث عزيمتك. الهمة تولد مع الآدمي وهو صغير، تولد مع الإنسان وهو صغير. يتقدم ذلك الطفل الصغير محمد صلى الله عليه وسلم، طفل صغير سنوات يتقدم نحو الكعبة إلى بساط خصص لسيد قريش عبد المطلب، ما يتجر أحد أن يتقدم إليه ويجلس عليه، يتدافعون ليبعدوا هذا الطفل. وإذا بعبد المطلب يقول: اتركوه، إن لهذا الطفل شأن كبير. أنت تلاحظ ذلك بين أبنائك، من بين أبنائك طفل يعتمد اعتمادا كليا عليك، لا يرتب غرفته ولا يطوي فراشه، يريد من أمه وأبيه أن يدخلان الطعام إلى فمه. وطفل آخر لا يريدك أن تتدخل في حياته، يعتمد في كل شيء على نفسه. الهمة تولد مع الإنسان، إما يطورها أو يخمدها. وعلو الهمة، فالهمة العالية كالطير العالي على الطيور، لا يرى بمساقطهم، كالصقر. الصقر لا يأكل من الجيف ولا يأكل من البواقي،